السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم في كل مكان على مستوى العالم، وأهلا بيكم. وأفكركم النهاردة باليوم العالمي لمرض السكر، وده كان بدايته في 2006، وكان نتيجة يعني كان نتيجة إحساس العالم كله بأول واحد اخترع الأنسولين سنة 1922، وده كان راجل أنقذ البشرية من الحالات اللي كانت بتموت نتيجة السكر العالي. كان في أطفال بيجيلهم مرض السكر، وكان بيفضل الطفل إلى أن ينتهي خالص بدون أي علاج. فالعالم اللي هو اخترع الأنسولين طبعا ليه كان فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في اختراع الأنسولين، وسبب كبير جدا من شفاء ناس كتير على مستوى العالم. في اليوم ده انا عايز اقول لكم ان ده الغرض منه هو تفكير الناس وتوعيه الناس بمرض السكر، وان السكر مرض ان شاء الله باذن الله لو اتبعنا التعليمات السليمه ومشينا في حياه صحيه لن يكون هناك اي مشاكل للمضاعفات، ولن يكون هناك اي مشاكل لمريض السكر لو التزم بنصائح الدكتور، ولو التزم بالعلاج اللي الدكتور بيكتبه، ولو انتظم على النظام الغذائي. والمريض السكر النوع الاول برضو مش هننساه، ده اليوم ده معمول مخصوصا للي اخترع الانسولين. فالمريض السكر النوع الاول لو التزم بجرعات الانسولين هيبقى كما كنت ان شاء الله، والتراكمي اقل من 7 لن يكون ان شاء الله هناك اي مشاكل هتواجهه في حياته. ابحاث كتيره وعلاج كتير وادويه كتيره واختراعات كتيره نزلت في الماركت، والعيان اللي اصيب بالسكر في الفتره الاخيره دي يمكن اكثر حظا من الناس اللي جالها السكر ايام زمان، ايام ما كانش فيه عندنا امكانيات خالص، ما كانش فيه اجهزه سكر جلوكوميتر نقيس السكر في البيت، وكان المريض لا حول له ولا قوه. بمناسبة اليوم العالمي للسكر عايز اقول لكم ان ده يوم جميل جدا نتذكر فيه جدا الراجل اللي اخترع الانسولين، ونعرف كويس جدا ان الشركات والابحاث قائمة يوميا على دراسة الجديد في علاج مرض السكر. دلوقتي بقى عندنا اكتشاف ان 8 اخطاء لمرض السكر بتحصل في الجسم عن طريق الكلى، بيحصل فيه حاجة، وعن طريق الكبد، وعن طريق المخ، وعن طريق كمان الجهاز الهضمي. وبقت الأدوية دلوقتي بتدخل في حيز انها تقدر تكافح المرض من جميع الجهات. ففرص مرض السكر دلوقتي من الحاجات اللي انا بقول لكم ان هي ان شاء الله المضاعفات اللي احنا بقينا نشوفها ما بقتش زي زمان، الناس بقى عندها وعي اكتر، تثقيف اكتر. عايزكم تقروا، عايز مرضى السكر يكونوا مثقفين، عايز الموضوع العلم نفسه مش بس تكتفي، لا اقرا من هنا ومن هنا ومن هنا، وناقش الدكتور اللي بتروح له، بجد هيفرق معاك كتير. ان شاء الله باذن الله كل جديد في القناه عندنا بنقوله لحضراتكم، كل جديد هتعرفوه عن مرض السكر، وان شاء الله باذن الله نسيطر كلنا على السكر وتكون في صحه وعافيه باذن الله. اشكركم وتحياتي لحضراتكم جميعا.